نروح؟ ايوه يا حبيبتي. هو مين فينا بيحب التاني اكتر؟ انا طبعا. لا على فكره انا بحبك اكتر. لا انا بحبك اكتر. لا في عيد الحب اللي فات انا اللي جبت لك حاجات كتير قوي، انت جبت لي ورده. مشاعر وديتك هدايا وجبت، عايزه ايه تاني مني؟ اديني عربيتك. ما ضل ناقص. السلام عليكم. النهارده حلقه جديده من برنامج ايه انا يانتي مع نانسي المغربي واحمد الدسوقي. يا رب دايما تكونوا في سعاده وخير. النهارده جايين لابسين زي بعض ابيض، ليه؟ عشان ان شاء الله حياتنا كلها تبقى بيضة، لان الحلقه النهارده كلها تحديات فقط. النهارده قررنا ان احنا نشوف مين عارف التاني اكتر شويه، مين يكون بيحب التاني اكتر شويه. ازيك يا احمد؟ اهلا وسهلا. لا اللي بيحب التاني اكتر اكيد انا بحبك اكتر. طب منشوف. طبعا. يلا نبدا الحلقه. يلا بينا. وغمض عيونك. يا ترى بقى مين اللي كسب، انا ولا احمد؟ خلينا كلنا مع بعض هنشوف الفيديو، مستنيين رايكم في الكومنت. بس اكيد عارف لو كنت بتكذب. لا 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 عمري ما بكذب على فكره. انا كل حاجه قلتها صح 100%، وانت هتشوفي نفسك وهتقولي برافو عليك يا احمد انت مش كذاب خالص. ابدا انا ايوه ما لناش دعوه بالكذب، بس ممكن لا اكذب ولكني اتجمل. ما لازم شويه تجميل بس. انا لا انا جاوبت بصراحه كل حاجه. طب ربنا يستر يعني. ربنا يستر. ربنا يستر. ربنا يستر على حياتي. ما انا شفتش برده. هتشوفي. خلينا نخش النهارده على لعبه ثانيه وتحدي ثاني. هتبداوا ولا ابداوا؟ مين لا تقول ولا لا؟ تبدا ولا ابدا؟ لا انت بتحبي دايما تساليني دايما. لما بخش اسئله فانت ممكن أنا تسالي طبعا يعني متعودين. طب يلا ما عندكش ثواني ابدا في اللعبه. لا لا خالص. يا لا هم خمس اسئله. اوكي جاهز؟ طبعا. طيب انت فطرت؟ كلت اول امبارح. شربت نسكافيه الصبح؟ سافرت. انت سقت العربيه النهارده؟ جالي تليفون شغل مهم جدا الصبح. انت سقت العربيه النهارده بس تقريبا عندك بايظه صح؟ محمد ابن خالي كلمني اول امبارح. انت كنت مع اخوك النهارده الصبح؟ عندي ميعاد بكره مهم الساعه 6 مساء. مش هتعرف تكسبيني. طب يلا هسالك انت. اتفضل. انت كلتي ايه النهارده؟ تقريبا ما كلتش حاجه من الصبح. اختك كلمتك امبارح؟ يمكن. باباكي اخباره ايه؟ كويس الحمد لله. ده مش ده او مش ده او لا على فكره. طيب هتسافري معايا الساحل؟ يمكن. انا طالع تركيا الاسبوع الجاي هتيجي معايا؟ احتمال. يعني مش طالعه الحمد لله. مسافر لوحدي يعني؟ خلاص ان ما حدش فينا خسر اهو. خلاص خلينا نروح لحاجه تانية. الف ب ت ف. يمكن اللعبه دي ما حدش ناس كتير تعرفها. ايه هي؟ انت ما معاكش ولا وقلم فممكن تتلخبط فيها. احنا هنحاول مع بعض. طب المفروض ان احنا هنمشي بحروف الابجديه الف ب ت ف ونشوف مين هيقع. وانا اللي هبدا مش انت. انت بتحبي تبتدي اتفضلي. ماشي. الف. انا كنت ماشي في الشارع بقابل ناس كتير صحابي. تهت وانا ماشيه بالعربيه. لبست ثياب حلوه قوي امبارح. لبست
انت البيست بقى. خيالي حلو امبارح. لا خسرت خلاص كده. وش كده؟ طب يعني نكمل طيب بقيه العروض. لا خلاص كده خير. احنا النهارده كنا عمالين نهزر نضحك نفرفش شويه، لان حبينا نطلع من جو الخناق والخيانه والطلاق وخناق يانا يانتي، قلنا نتحدى بعض بطريقه مختلفه شويه. لازم شويه فرفشه وشويه لعب وشويه هزار، احنا بندعو كل الناس انهم يهزروا مع بعض، كل زوج وزوجة يقعدوا يهزروا ويلعبوا العاب عشان ما يتخنقوش من بعض. ليه الكلام ده ليه بقى؟ لان مين فينا النكدي؟ مين فينا اللي بيبوظ؟ اياك تكون جاوبت غلط ولا شاورت عليا يا احمد انت حر. اطلاقا هتشوفي بنفسك وهتعرفي ان انا بيرفكت طبعا طول عمري. يلا استنونا في حلقه جديده من برنامج ايه انا انتي مع نانسي الفغرابي واحمد الدسوقي. سلام عليكم.